طيب شباب، استكمالا لمواضيعنا السابقة، وصلنا على إحدى الطرق اللي بيستخدمها الأتاكر عشان يعمل هايدنج للإنفورميشن تبعته إذا كان جوا السيستم. يعني ممكن الأتاكر بوصل لجهاز الضحية، ممكن يصير يجمع معلومات وبده يخبيها جوا السيستم نفسه، أو ممكن يعني على سبيل المثال إنه بده يخبي المعلومات وبرضه يطلعها بطريقة إيش أخرى. فمثلا على سبيل المثال السيستم هذا المفروض انه بس يتعامل مع صور، فالاتاكر بهاي الحاله وعنده تكست فايل، فشو بده يسوي بالتكست فايل؟ بالغالب احدى الطرق انه يعمل يخبي التكست جوا، وين؟ جوا الايمج هاي او جوا الفيديو او الى اخره. الطريقه هاي احنا بنسميها الاستيجانوغرافي. طبعا هو تكنيك كان يعني مستخدم سابقا يعني بالعصور الوسطى اصلا، يعني او قبل الاسلام والى اخره، كانوا بيستخدموه الملوك انه بده يبعث رساله لشخص، فكان مثلا يكتب على راسه ولا يكتب على ابصر ايش، وبعدين ايش بيستنى الشعر حتى يطول وبيبعث الرساله. يعني كان بآلية زي هاي الآليات. فالفكره بالاستيجانوغرافي انه احنا عندنا سيكريت مسج او داتا او تكست او فايل، بغض النظر هذا كل هاي الاشياء تعبر لي عن سيكريت مسج. وفي عندنا ملفات عاديه احنا بنستخدمها اوريدي يعني في حياتنا اليوميه. فالفكره انه اخبي هاي السيكريت مسج جوا، وين؟ جوا ملف يعني بستخدمه بالحياه اليوميه، وبستخدمه بحيث انه اي واحد ممكن يلقى الملف على الطريق ما يقدر او ما يشك انه في جواته فيه ايش؟ فيه سنسيتيف انفورميشن. فعلى سبيل المثال انت مشيت لقيت واحد مثلا معه على الموبايل تبعه في عنده صوره، هل انت بخطر الصوره مبينه واضحه معلمها صوره، هل انت بخطر ببالك انه في سيكريت مسج او في خلينا نحكي تكست فايل جوا هاي الصوره؟ بالغالب ما حد بخطر ايش بباله هذا الاشي. فالفكره انه الاتاكر بيحاول يخبي هاي الانفورميشن جوا هاي الكارير، ما بنسميها كارير طبعا، فممكن تكون فيديو اوديو بغض النظر عن النوع تبعها. اشهر الطرق اللي بيستخدموها الاتاكر اللي هي ايش؟ الجرافيكال ايتمز، زي موضوع الفيديو وموضوع ايش؟ الايمج. طبعا السبب اذا بنحكي عن الايمج، الايمج بالغالب بتتكون من ايش؟ بيكسل، صح؟ زيرو وانز. والفيديو بتتكون من ايش؟ فريمز، والفريمز اخر شيء يعني بدها تصير ايش؟ صور. فبالنسبه لي مكان خصب اني او مكان مناسب اني اخبي هاي المعلومات اكثر شيء جوا، وين؟ جوا الصور. بعدين غالبا لما نحكي عن تكست فايل، غالبا تكست فايل بيكون حجمه صغير، صح؟ والصور ال اتش دي الهاي كواليتي حجمها كبير، ففعليا غالبا الملف الصغير ما بيبين. خصوصا مش بس هيك، تخيل انه انا عندي سيكريت مسج او تكست فايل وضغطته شو اسمه كومبريشن الجوريثم، فبصير لسه حجم الملف كمان ايش؟ اصغر عندي. طبعا هاي التكنيك اما بيستخدمها الاتاكر عشان يخبي المعلومات، او اليوزر العادي بده يخبي المعلومات ايش تبعته. يعني في كمان من الطرق اللي زمان كانوا بيستخدموها الجواسيس عشان ايش؟ يبعثوا المعلومات من دوله لدوله او الى اخره. طبعا احنا بالنهايه البروسيس تبعت الاستيجانوغرافي بالغالب بيكون في عندنا سيكرت مسج زي هذا التكست المكتوب. هاي شو بنسميها؟ بنسميها ايش؟ الامبيدد مسج. المسج اللي بدي اخبيها وين؟ جوا شيء. الشيء هذا شو بسميه انا؟ كفر. الكفر عباره عن ايش؟ الغطاء. فكاني بجيب غطاء وبغطي هاي ايش؟ السيكرت ايش؟ مسج. طبعا اثنين هذول اثنين بيدخلوا على ايش؟ امبيدنج فانكشن، اللي هو المقصود فيه ايش؟ الخوارزميه تبعتنا. الاوتبوت من هاي العمليه شو بنسميه؟ ستيجو اوبجكت. الاوتبوت من هاي العمليه طبعا هذا ايش؟ من جهه السندر. من جهه الريسيفر شو بده يسوي؟ لازم يكون عارف نفس الاليه اللي بيشتغل فيها السندر عشان ايش؟ عشان يعمل ايش؟ ريفيرسينج للعمليه هاي، ويقدر يحصل المعلومات ويقدر يحصل ايش؟ المسج. ف هلا انت بدك سوفت وير يفهم هذا الشيء، بدك سوفت وير يفهم هذا الشيء. بالغالب احنا، انت حضرت محاضره المره الماضيه، حضرت اقرا عن شيء نسميه الالترناتيف داتا ستريم. هاي احدى الشغلات اللي بامكاننا نخبي اكسكيوتابل فايل جوا تكست، او اكسكيوتابل جوا اكسكيوتابل. هاي من ضمن الشغلات اللي احنا بامكاننا نستخدمها. نقدر شو اسمه نخبي جوا ملف وورد، لان الوورد عباره عن اساس الملف. لا، انت بامكانك تخبي كثير من الاشياء.
في عندك كثير من الاشياء بمكان اخر. في عندك شيء بنسميه الالترنت داتا ستريم، الغالب احنا نستخدمها عشان الاتريبيوت تبعات الفايلز، انت بامكانك تخبي هناك. اصلا في مثال سويت لكم اياه، اتوقع انه في مثال بالسلايدات موجود، ممكن المره الجايه ممكن اسوي لكم اكزامبل على الالترنت داتا ستريم على شكل اكسكيوتابل فايل. طيب بالنسبه لنا كاستيغانوغرافي في عندنا ثلاث اشياء اساسيه، في عندنا الامبيدد مسج، في عندنا الكفر ميديا، وفي عندنا ايش الامبيدد فانكشن، والاوتبوت اللي بنسميه ايش الستيغو اوبجكت. طبعا في عندنا انواع كثيره من الاستيغانوغرافي، في اشياء خلينا نحكي تعتمد على بعض الخوارزميات اللي بتكون لها علاقه في التشفير. على سبيل المثال في عندنا النل سايفر مثلا، على سبيل المثال الفكره ببساطه انه تخيل انا بدي ابعث اسم، وهذا الاسم شو بامكاني اسوي؟ بامكاني احط على سبيل المثال الاسم مثلا بدي ابعث له كلمه كام، شو بسوي انا؟ بكتب سطر اول سطر ثاني سطر ثالث، اول حرف من كل سطر المسج اللي بدي ايش اخبيها، او بامكاني صراحه ابعثها على شكل ماتريكس، على شكل ماتريكس بامكاني ابعثها، او بامكاني ابعثها على شكل تكست، يعني اعمل امبيدنج للتكست جوا تكست، او بامكاني استخدم صور، او بامكاني استخدم فيديو، او بامكاني استخدم اشياء لها علاقه في الانجينيرنج زي الكوزاين تكنيكس وزي الفوريت الجوريثمز، عفوا فورير ترانسفورمز اللي اخذ منكم اللي دخلوا في موضوع الانجينيرنج في الزمانات او اللي نحول تخصصه. في عندنا كمان الديسكريت، شغلات لها علاقه في الديسكريت، هي اشياء اغلبها لها علاقه في الانجينيرنج. في اشياء ممكن تدخل في اللابلاس وغيرها من الترانسفورميشن تكنيكس. من ضمن الشغلات على سبيل المثال اللي ممكن يخبي فيها الاتاكر، ممكن يخبيها على شكل خلينا نحكي فريكوانسي اذن الانسان ما بتسمعه. فاللي جرب منكم مثلا يشارك بمسابقات كابتشر ذا فلاج، في بعض الفلاجات بيكون حاط لك تكست مسج او صوره او نص جوا ايش فيديو او اوديو. هسه الاذن تبعنا بتسمع ترددات معينه، فهو ممكن يكون مخبيها في تردد عالي جدا. فاللي جرب منكم يحل هاي النوع من المسابقات شو كان ممكن يسوي؟ كان ممكن يفوت يرفع الفريكوانسي او يغير في الفريكوانسي الامبتي شو بسموها في البيريود، البيريود تبعت السيجنال، لانه بالنهايه اغلب السيجنالز بتكون على شكل ساين، فبامكانه يغير ايش في البيريود تبعت ايش السيجنال بالضبط. فهاي مثلا من الشغلات اللي انت بامكانك تدور ايش جواتها. او على سبيل المثال تخيل مثلا انه انا عندي صوره، هاي الصوره انا بدي اخبي جواتها نص، مش حكينا بالنهايه الصور عباره عن زيروز وونز؟ طيب تخيل انت عندك مثلا بدك تحول كلمه هلو، بدك تحطها جوا هاي الشيء. هلو مش بالنهايه بقدر اعبر عنها بزيروز وونز؟ لو اجيت على حرف الاتش على سبيل المثال، الاتش ممكن نعبر عنه في ارقام خمس زيروهات او ست زيروهات و1. طب تخيل انت مثلا الصوره العاديه او التكست العادي رحت ضفت عليه اخر شيء بت وحده، هل البت هاي تاثر على الصوره؟ غالبا ما بتاثر. لذلك هاي مثلا من ضمن لا هذا من ضمن التكنيكس اللي بالغالب بيحاولوا ايش يخبوا صور جواته. هلا انت مثلا انت بامكانك مشروع تخرج لك كانك تشتغل على موضوع الاستيغانوغرافي، اما من ناحيه الفورنزيك انه تحاول تعمل ديتكشن انه هل في هذا، هل انه في استيغانوغرافي او ما في، او بامكانك تشتغل على السوفت وير يعمل لك ايش استيغانوغرافي. فانت بامكانك تشتغل على اكثر من شغله. طبعا هنا الاماكن اللي بامكاننا نخبيه، طبعا في عندنا الايمج والدوكيومنتس والفولدر، حتى الفولدر بامكانك تخبي جواته الفيديو، السبام ايميلز برضه، الكويريز تبعات الويب برضه، بالسورس كود مرات بامكانك تخبي، مش بالسورس كود في عندنا كومنت بامكانك تخبي جوا الكومنت. شوف عندك التكست فايل العادي، السي دي روم كمان بامكانك تخبي جواته. في بعض التكنيكس مثلا شو بتسوي؟ النص العادي تخبي لك اياه جوا خلينا نحكي المسج، وتعمل لك هايدنج للكاركترز. يعني على سبيل المثال تخيل انت مثلا عندك ملف وورد مثلا، وهذا الوورد في عندك كتابه، وبعدين مثلا في عندك مثلا خلينا نحكي ما فيش عندك شيء. بعض احدى الطرق اني احول الكاركترز اللي جوا ال مش لزيروز وانز، بحولهم لفراغ او لبلانك. هاي احدى الطرق اللي
مرة إجاني زي شرم زي هيك بلاك بيج على النوتباد، بس أنا لما عملت لها على الهيت ستامب طلع دوتس كثير. دوتس إشي هلا الدوتس في إشي بنسميه، إحنا بنسميه المورس كود، اللي هي دوت 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 دوت، اللي هي طريقة زمان كانوا يستخدموها عشان يعبروا عن كلمات وأرقام على شكل دوتس. هاي إحدى الطرق اللي كانوا إيش يستخدموها. هسا مثلاً يعني على القصة نفسها هاي، أنت بإمكانك إذا مشارك بصور كابتشر فلاي ممكن يجيك تكست فايل عادي وإله حجم، تروح تفتحه شو بتلاقي؟ فاضي. معناته في قطعياً بيكون عندك. هلا إحدى مثلاً إحدى الشغلات اللي ممكن تسويها، بإمكانك تظلل النص كامل تفرج على عدد الكاركترز، هل في عندك كاركترز ولا ما في عندك كاركترز. فإذا كان في عندك كاركترز بالوورد بيبين يعني ديفينتلي إنه موجود في عندك إيش تكست جوا هاي الإيميج أو جوا هاي الصفحة أو جوا هاي البيج. إحدى التول اللي إحنا بنستخدمها صراحة، واحدة من التولز المشهورة اللي هي السنو، برنامج بإمكانك تعمله داونلود وإنت بإمكانك تعمل هايدنج لتكست جوا فايل ثاني على شكل إيش؟ على شكل وايت سبيس، نفس التكنيك هذا اللي حكينا لكم إيش عنه. طيب بهاي الحالة أنا بالنهاية شو بحتاج؟ بحتاج إني أعمل داونلود للتول هاي. طبعا التول هاي أول إشي بدك تحدد لها اللي يعمل لك إنكودينج، بدك تحط لها الأوبشن اللي هو داش سي، بعدين بدك تحدد المسج. كيف بدك تحدد المسج؟ عفوا خلال داش ام، وبعدين قبل المسج عفوا بدك تحدد بامكانك طبعا تعطيها باسورد كمان داش بي، تعطيها الباسورد اللي بدك اياه، بعدين تعطيها اسم ملف. الملف الاول اللي هو الكارير اللي انت بدك تخبي ايش جواته التكست، خلينا نعتبره تكست اوكي. وبدك كمان تحط اسم فايل ثاني السيستم يعمل له جينيريشن. شو بستفيد منه؟ طيب هذا الثاني بيكون جواته الامبيدد مسج، وبيكون جواته ايش المسج الاصليه. هذا شو بنسميه احنا؟ بنسميه الستيجو ايش اوبجكت. طيب هسا انت طبعا في عندك اكثر من طريقه، في طريقه انك تحط باسورد، وفي عندك بعض التولز من دون باسورد. فانت بامكانك تخبي تكست جوا، بتخبي نص او مسج جوا تكست تتحول على شكل فراغات لونها ابيض، لكن لما الشخص اللي بده يجي يعمل ديكريبشن او بده يعمل دي استيجانوغرافي او بده يعمل فورنزك في هذا الموضوع عشان يعمل اكستراكشن للمسج، شو بده؟ بده الباسورد. بده ايش؟ الباسورد. كمان احدى الطرق اللي بنخبي التكست جواتها اللي هي الايمج. طبعا بالغالب الايمج الاشهر الامتدادات صراحه هاي الامتدادات اللي قدامكم. انا صراحه اللي لاحظته اغلب التولز شو بتحولها للبي ام بي اخر نوع. انا اللي لاحظته صراحه يعني الاغلب بيحول هذا النوع. طبعا انت بامكانك تستخدم اي تول، اي شيء موجود ايش عندك ايش اونلاين. طبعا التكنيكس هذا بالغالب على ايش بيعتمدوا؟ بيعتمدوا على انه عين الانسان ما بتقدر تميز التغير في الصوره. يعني هسه فعليا انت لما مش قلنا الصوره بالنهايه زيرو زوانس، لو تعدل شيء بسيط جدا هل العين البشريه بامكانها تلقط التعديل هذا؟ جواب لا، ما العين البشريه ما بتقدر تلقط التعديل هذا. لذلك فعليا هل بيصير تعديل على الكونتنت تبع الصوره؟ جواب يس، بيصير تعديل. لكن هل العين البشريه بتقدر تلقط هذا الكلام؟ جواب ايش؟ لا. طبعا في عندنا اكثر من طريقه، في عندنا least significant bit insertion، اني بعمل insert لا bit ويتها بيكون صغير مقارنه بالويت الكبير اللي قدامي، وبالتالي مش عشان اميزها، الصغير ما له ويت بالستريم الكبير. تمام، هاي الطريقه. الطريقه الثانيه بنستخدم شيء بنسميه الماسك او الفلتر، زي الصوره بنحط ماسك فوقيها او بنحط فلتر ايش فوقيها. طبعا الفلتر بالغالب هي عباره عن ماثماتيكلي عباره عن اوبريشن بتصير عندك ضرب وطرح وجمع، ضرب وطرح وجمع يعني على كل صوره. لانه بالنهايه شو اللي بصير عندك؟ بصير عندك النص الاصلي موجود عندي، بيكون في عندي الفلتر. الفلتر طبعا اشهر الفلاتر، في عندنا 3 × 3، في عندنا 5 × 5 و4 × 4. طبعا الناس اللي بتدرس في الديجيتال سيجنال بروسيسنج بيعرفوا هاي المعلومات بالتفصيل، او بامكاني استخدم بعض الالجوريثمز او بعض الترانسفورميشن ميثود اللي موجوده ومشهوره. فكره ببساطه، في عندك الانفورميشن وفي عندك الكفر ايمج، اثنين بتدخلهم على التول بتطلع لك ايش؟ ستيجو ايش؟ ايمج. هاي الستيجو ايمج الطرف الثاني لازم شو يكون عارف؟ شو التول اللي اشتغلت عليها؟ اول شغله. الشغله الثانيه، انا ممكن اخبي نص جوا الايمج،
لما بخبي النص جوا الايمج مرات شو بستخدم؟ بستخدم باسورد. وجوا الباسورد اصلا لما احط الباسورد اصلا التول نفسها بتعمل انكربشن للنص كمان، في بعض التولز تعمل انكربشن للنص. لذلك كمان انا مره ثانيه شو بحتاج غير الباسورد؟ ممكن كمان احتاج الانكربشن الجوريثم اللي بنعمل ايش؟ انكربشن للنص عشان اقدر افك التشفير. لاحظوا شباب هاي الشيء اللي حكيت لكم عنه. تخيل انت عندك هاي ال خلينا نعتبر انه النص هذا نقدر نعبر عنه في هاي ايش؟ البيتس، تمام؟ تخيل انت عندك حرف الاتش، الاتش بنقدر نعبر عنه ب 010130، اوكي؟ تخيل انت عندك كل كلمه او كل مجموعه من البيتس، تمام؟ ضفنا عليها ايش؟ زيرو. بهاي الحاله شو اللي بيصير عندي؟ هل الويت تبعها تاثر كثير؟ الجواب ما تاثر. طيب شباب الثمانية بت شو اسمهم؟ طيب كمان احدى الطرق اللي بنستخدمها اللي هي نضيف ماسك على الصوره. طبعا هاي الناس اللي بيشتغل بالايمج بروسيسنج بيعرف هاي الشغلات بالتفصيل. او فلتر، طبعا الفلتر من ضمن الفلاتر صوره كبيره ممكن شو تسوي لك اياها؟ تصغرها. صوره كبيره ممكن تعمل لك ايش؟ روتيشن الها. احنا بنسميه بالماشين ليرنينج والديب ليرنينج بنسميه داتا اوجمنتيشن. اوجمنتيشن. فهاي مثلا من ضمن الشغلات اللي انت بامكانك ايش؟ تستخدمها. طبعا من ضمن الطرق اللي بنقدر نعمل ديتكشن لهاي الموضوع اللي هي statistical approach، يعني بستخدم شغلات لها علاقه في الاحصائيات، لانه الاحصاء دائما بحاول يطلع لي نمط عن الاوتبوت. تخيل انت عندك اوتبوت وانت كنت تشوف والله انه في بت كل مثلا كل سطرين بتكرر مره عندك، او كل يعني وبت ما له داعي. فبالغالب اذا انت بتستخدم الوسط والوسيط والانحراف المعياري والى اخره، كل التيرمز هاي اللي بتكون موجوده في الستاتستيكال تقدر تعمل ايش؟ ديتكشن لهذا الموضوع. احنا بالغالب ممكن نضيف نويز كمان على الصوره نفسها. بامكاننا ايش؟ نضيف نويز. النويز هذا ممكن يكون داتا، ممكن كمان احدى الطرق ان نخلي عمليه الديتكشن تكون ايش؟ اصعب ما يمكن. لا هسه في عندنا اكثر من شغله، في عندنا اول شغله مرات بعض التغييرات في الصور العين البشري ممكن تكشف، اوكي؟ بس هذا التغيير بيكون سيجنيفيكانت، يعني لما تكون مغير نص الصوره. هاي مبينه، تكون العين البشريه بتقدر مباشره العين البشريه بتعرف انه في تغيير. هاي نقطة. النقطة الثانية احدى الطرق اللي احنا بدنا نخبي الملفات الصغيرة جوا الايمج اللي هي مثلا احدى التكنيكس اللي حكينا عنها، اللي هي اما بعمل انسيرتنج لبت كل خلال مجموعة من البيتس داخل الصوره او البكسلز، او بستخدم الماسك او الفلتر. هي طرق. هلا بقول لك هون احدى الطرق اني عشان اعمل ديتكشن للماسك والفلتر اني استخدم statistical approach، اشياء لها علاقه في الاحصاء اللي هو الوسط والوسيط المين والميديان والستاندرد ديفيشن كل هاي الاشياء. طيب من ضمن الشغلات اللي انا ممكن مثلا استخدمها عشان اخلي العمليه صعب انها ينعملها ديتكشن، اني اضيف نويز على الصوره ايش نفسها. لاحظوا هون كمان، هون بحكي لك عن بعض الالجوريثم. في عندنا الفورير ترانسفورميشن، في عندنا الديسكريت كوساين ترانسفورميشن، في عندك الوول بيت ترانسفورميشن. هاي اغلبها احنا بنعمل ايش؟ خلينا نحكي اشياء على السيجنال، او هي عباره عن تكنيكس بنستخدمها. طبعا شغلات الماثماتيك يعني لها تفصيله صراحه وبتاخذ وقت كثير جدا، يعني الفورير بالغالب باخذوه تبعين الماثماتكس في الكالكولس 4 اتوقع، باخذوه تبعين الانجينيرنج في ماده الانجينيرنج اناليسيس. يعني انا بتذكر. طيب برضه من ضمن التولز اللي احنا بنستخدمهم في عندنا تول اسمها كويك ستيجو. الفكره ببساطه هاي التول بتسمح لك انك تخبي تكست جوا ايش؟ جوا الصوره. فكل اللي عليك تشغل هاي التول، بعدين بتروح على الاوبن ايمج بتجيب الصوره اللي بدك اياها، بعدين اما بتروح على النص هذا، شايفين المكان اللي فيه الكتابه هاي نيسان 2004 والى اخره، بامكانك تكتب النص تبعك وين هون، واخر شيء تضغط على ايش؟ هايد تكست، بطلع عندك ايش؟ الاوتبوت. طيب كيف بامكاني افكها؟ طبعا الحلو في التول هاي اذا كان في عندك ايمج
معمولها استيغانوغرافي او جواتها نص، جيبها على نفس التول طلع لك اياها مباشره. هاي صراحه مش، لا هون فيش عندك اوبشن للباسورد، اتوقع فيش اوبشن للباسورد. طبعا هون انا بحكي عن الكوميونتي فيرجن مش الكوميرشال. طبعا هون برضو هاي مجموعه من التولز اللي بده يجربهم، وانا جبتهم بس بعرفش اذا معنا وقت نطبقهم. اول مره جاي ممكن نطبقهم كلنا مع بعض، يعني عملها بوش لكم. وممكن اوكي هاي كمان شباب، يعني بلك من التولز اللي اللي انت كمان بامكانك تعمل ايمج ستيغانوغرافي من خلالها. في عندك الويب ستيغو كمان برضو هاي التول. هون كمان عندك السنو وغيرها، ستيغو ستيك كمان. في عندك الاوفيس اكس ام ال، هاي برضو من التولز. في عندنا كمان احدى الطرق اللي انه نخبي السيكريت مسج جوا الكارير فايل، ويكون نوع الكارير فايل اللي هو فيديو. طبعا الفورمات اللي هو الاي بي اي والام بي جي 4 والدبليو ام في وهاي وغيرها صراحه من هاي الاشياء. طبعا لاحظوا هنا اكثر شيء بيضبط عليها الديسكريت كوساين ترانسفورميشن لايش، لانه بالاغلب هم على شكل ايش، على شكل سيجنلز. طبعا هنا الحلو في الموضوع انك تقدر تبعث ايش، تستخدم حجم الفايل ممكن يكون كبير شويه. ليش؟ لانه بالنهايه عندك فيديو، هذا الفيديو عباره عن فريمز والفريمز صور، وبالتالي المكان اللي بدك تخبي الداتا جواته يكون عندك كنيتي مساحه كبيره انك تقدر تخبي ايش تكست جواتها. برضه هنا في عندك الماسكر. الماسكر صراحه من التولز شو بيسوي لك، بتعطيه بتحدد له اول شيء الكارير. طبعا بتروح على هاي الاشاره تحت الفايل مباشره، تضغط عليها اول شيء بتحدد الكارير، بعدين بيقول لك حدد لي الباسورد اللي بدك اياه، بتعطيه الباسورد، بعدين بيقول لك حدد لي المسج، عفوا التكست فايل اللي بدك اياه، بتروح تحدد له وبتعطيه اوكي. هو شو بيساوي؟ بيخبي لك ايش؟ في نفس الفايل هذا. الان شو الحلو في الموضوع؟ في الموضوع التول هاي نفسها بامكانك تعمل ابلود للكري للستيغو فيديو جوا هاي التول، وهي تعمل لك ايش؟ اكستراكشن للتكست. هاي طبعا اذا باسورد، اذا فيها اذا كنت طبعا ايش عارف الباسورد. برضه هنا الايمج، لاحظوا هنا الايمج اما بنستخدم الاس بي تكنيكس او بنستخدم موضوع ايش؟ الفريكونسي، خصوصا الفريكونسي اللي الاذن تبعنا ما بتقدر ايش تميزه، اللي هو اكثر من 20,000 هرتز. هاي الميكانيزم تبعتها. طبعا هون في عندك الاوديو، هون في عندك الانفورميشن، بتفوت على الستيغو تول بيطلع لك ستيغو اوبجكت، كل هاي الاشياء اللي انت بامكانك تسويها. طبعا هون بيقول لك في عندك ميثود ثانيه، زي في عندك الايكو داتا هايدنج والسبريد سبيكتروم ميثود والال اس بي كودينج والتون انسيرشن والفيز انكودينج، كمان من التولز اللي انت كانت تستخدمهم. برضه في عندك السوفت وير هاي صراحه الديب ساوند، بامكانك تخبي تكست جوا الويف فايل، وبتحدد كمان الحلو في الموضوع انك بامكانك تحدد انكربشن الجوريثم، بتعمل لك كمان برضه مش بتعمل لك انكربشن. هاي كمان مجموعه من التولز. برضو كمان من ضمن الشغلات هون في عندنا التول اللي هي الانفيزبل سيكريت، بامكانك تخبي لا سيكريت فايل جوا وين؟ جوا فولدر. برضو هون في عندك تول خاصه في بتعملها هايدنج لا انفورميشن جوا السبام مسج. هاي مجموعه من التولز اللي خاصه في الموبايل فون. طبعا موضوع الاناليسيز في شغلات ممكن تاخذ وقت كثير جدا، خصوصا اذا ما كنت عارف الباسورد، خصوصا دعم البروت فورس اتاك، خصوصا هاي شغله. الشغله الثانيه في بعض الشغلات اللي تكون لها علاقه في الايمج، بتعتمد على بعض الستاتستيكال ابروتش، بتعتمد كمان موضوع الفلتر اللي ماخذه 3-3-4-4، يعني بدي اعرف اكثر من شغله، شو نوع الفلتر، في كثير من الاشياء. برضه شو ممكن يكون مسوي اصلا هو؟ ممكن يكون عامل انكودينج جو، يعني ممكن المسج العادي يكون عامل له انكودينج جوا ايش كمان؟ جوا الصوره. او برضه شو ممكن يكون عامل له؟ برضه ممكن يكون عامل له كمان ايش؟ انكربشن. فهاي مثلا من ضمن الشغلات اللي
اللي صراحه صعب جدا انك تتعامل معها. برضو موضوع الديجيتال ايمج من الشغلات الصعبه انك يعني تعمل ديتكشن لل خلينا نحكي الامبيدد مسج جوا الكارير تبعك. هنا انواع الاتاك، في عندك الستيج اونلي. طبعا هنا بالستيج اونلي بس يكون الستيج اوبجكت معروف لمين؟ لا الشخص اللي بده يعمل اناليسيس. في عندك النون ستيجو، الاتاكر بيكون عنده اكسس للستيجو الجوريثم، برضه بيكون عنده اكسس للكفر ميديا والستيجو ايش اوبجكت. شو بيضل عليه؟ بيضل عليه الامبيدد مسج. هون في عندك النون مسج، الاتاكر هون شو بيكون عنده اكسس؟ لا الهيدن مسج، بيكون عنده اكسس لايش؟ لا الستيجو ايش اوبجكت. طبعا هون شو ممكن شو بده يضل يطلع؟ الكفر. كفر. في عندك النون كفر، الاتاكر هنا بقارن ايش؟ ستيجو اوبجكت مع ايش؟ مع الكفر ميديا. شو الهدف؟ الهدف انه يعمل ايدنتيفيكيشن للهيدن مسج. هون في عندك التشوزن مسج، الاتاكر بيعمل جنريشن لستيجو اوبجكت من نون مسج هو بيكون عارفها، بيستخدم طبعا بعض الستيجانوغرافي تولز اللي حكينا عنهم قبل شويه. بيحاول شو بيسوي هون؟ يعمل ايدنتيفيكيشن ليش؟ لا الالجوريثم اللي صار فيها الستيجانوغرافي. في عندك التشوزن ستيجو، الاتاكر هون بيكون عنده اكسس للستيجو اوبجكت وبيكون عنده كمان اكسس للستيجو الجوريثم. هون شو بيحاول يطلع؟ الكارير او الامبيدد مسج. هون من ضمن بعض الطرق اللي بيقول لك بيروح بدك تدور على الكاركتر بوزيشن، وين البوزيشن تبعهم. برضه هون بدك تدور على باترنز جوا التكست، يعني لانه في شغله، يعني تخيل انت مثلا كلمه حرف زياده، كلمه حرف زياده، كلمه حرف زياده، بعدين بترجع لكلمات عاديه. تخيل انت مثلا 9 بت 9 بت 9 بت، يعني فممكن انك ايش تقيم هذا الشيء. طبعا برضه هاي من ضمن التشالنج اللي بيستخدموها في موضوع الكابتشر ذا فلاج، انه ممكن السيكريت مسج بيكون مخبي لك اياه على شكل ايش؟ على شكل بيتس، وكل بيت طبعا انت هون بحال الحاله بدك ممكن تستخدم سكريبت بايثون او الى اخره. عندنا موضوع الايمج فايل صراحه من الشغلات يعني الديتكشن تبعها ممكن يكون صعب في بعض الكيسز، بعض الحالات لا بروح اشيك على الميتا داتا، بروح اشيك على الحجم تبع الفايل، بروح اشيك على الفورمات، تايم ستامب هل تعدل ولا ما تعدل. لانه يعني مثلا تخيل انا عندي صوره على السيستم وهاي الصوره صار لها مثلا شهر، اخر لاست تايم للموديفيكيشن انا بعرفه قبل شهر، جيت عليها ولا لقيت الوقت متعدل عليها، فمعناته في شيء بيشككك انه ايش شيء معدل جواتها. طبعا من ضمن الشغلات اللي الاتاكر او الاناليس تبع الاناليسز بامكانه يستخدمها اللي هي ستاتستيكال اناليسز، انه يحاول يعمل مثلا يعني خلينا نحكي سكان على احدى الايتيمز تبعات الستاتستيك، المين والميديان وهاي الاشياء. برضه في هنا بعض التولز اللي خاصه في الديجيتال فورنسيك، طبعا هاي تول مصاري. طبعا في تولز كثير اوبن سورس يعني انت بامكانك ايش تجربها.